السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. معك حسن. مرحبا حسن. اهلا بك يا شيخنا. حسن بن اشرف. مرحبا حسن بن اشرف. عامل ايه؟ الحمد لله. ليا صديق ليا يا شيخنا، كنت عايز بس اخد رايك في حاجه كده. اتفضل. وفي موضوع تاني، يعني ليا صديقي ما كانش بيصلي خالص. الله يسلم. وقعد هو عنده حوالي 26 سنه. يا حسن. اتفضل يا شيخ. الم تسال هذا السؤال اول امس يا حسن؟ لا. طيب. ما كلمتكش. ماشي، اتفضل يا حسن باشر. وبعدين؟ هو بقى له قعد حوالي 10 سنين، يعني لو قلنا ان هو صلى في يوم مثلا في خلال السنه يومين ثلاثه، يعني يعتبر ما بيصليش. طيب. وسبحان الله بعد الفتره دي كلها، يعني من رمضان اللي فات يعتبر التزم وبدا يصلي والنوافل والصيام، ويعني بدا. وبعدين يا حسون اقول لي ايه الموضوع؟ الله يغفر لك. السؤال يعني يسأل عن الفروض التي فاتته عليه أن يقضيها على الوجه المتيسر له، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء خلافا لبعض الحنابلة المعاصرين الذين يقولون لا قضاء، وذلك لأن منهم من يقول بكفر تارك الصلاة فأقول كافر وأسلم لا يقضي، لكن الجمهور على خلافهم. سمعت يا أشرف بن حسن؟ يا حسن بن أشرف، السؤال الثاني بعد إذنك. أنت فهمت وسمعت؟ فهمت الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد.